بس سميت كنت عليك كده عادي. فاكر انها كانت سهلة عليا؟ المفروض ان احنا اتفقنا نبقى شركاء. يعني المفروض تيجي تحكي لي ونحل سوا. مش تهربي وتفكري في كدبة. ده فعلا صح يا بدي. انا اسفة. لكن انا جاية اقولك النهاردة ان انت كنت غلطان في اللي قلته عليا في اللايف. عشان انا انسانة بغلط. مش معصومة من الغلط زي كل الناس. عارف ياما ناس شبهتني بتشبيهات كتير، تريقت عليا وطلعت عليا اسامي كتير، بس اقرب تشبيه قالوا صاحبك يوسف شبه لي يوم. انا فعلا كده. انا فعلا جوايا الخير والشر. أنا فعلا جواها الأبيض والأسود، لكن للأسف غضبي عماني. أنا أذيت اتنين يا سيف، ممكن أكون دمرت مستقبلهم مش جرحتهم وبس. يعني أنا مش زي ما أنت شايفني. أنت بتعرف تأذي؟ شفت بقى، أنا نفسي ما كنتش عارفة. Watch it.